لقد اشتريت روبن صغيرا لكل واحد منا. بطة بطة اوزع. توقفي. خذ افتح هذا. هذا سهل جدا، ولكن من دون الأغنية. حسنا لا مشكلة. سأقوم بفتحها. إن فتحها صعب جدا. توقفوا، هذا يحصل دائما. ألا ترون؟ سواء شاهدنا الكونغ فو أم حربا ملحمية أم أي شيء، فليلة الأفلام أن نقضي الوقت معا. إن روبن محق في هذا، سأعيده إلى مكانه ويمكننا أن نهدأ ونحل الأمر فيما بيننا. ما هذا الذي فعلته؟ لا تهلعوا، لا أحد يهلع، فليتوقف الجميع عن الهلع. أفسدت لي. أعتقد أن من يسمى بصديقي المفضل يجب أن يأتي. و كيف يمكنك أن تفعل هذا؟ أنا أعمل هنا لأتمكن من أن أشتري لك الهدية البايظة الثمن. لم أطلب منك أن تحصل على هكذا عمل. هذا ما طلبته مني هلوستي عبر نافذة المتجر هناك، ونسختك الفعلية صغيرة من بدلتي. علينا إيقافهما؟ لا، هذه المرة الأولى التي أستمتع فيها بحفلة ميلاد. لأنك تحب الهدايا كثيراً، إليك ما كنت سأعطيه إليك عندما كنت لا تزال صديقي. هذا ما جلبته لي؟ أحببتها، إنها مرسومة جيداً وتعبر عن اهتمامك، شكراً. عرفت أنك ستحبها.